بلعب ربع ساعه. هذه تقبل الصحه وتقبل الخطا يعني طبعا انا معصوم. لا لا انا معصوم بس ثق واعتقد لو هنالك لاعب يستطيع يؤدي الى المنتخب الوطني لا يمكن ان اغض الطرف عنه. اكو ناس تتكلم عن صالح سدير، تتكلم عن بعض اللاعبين، اكو كلهم زملاء كلهم اخوان. بس انا عندي نظره مستقبليه، اقول هذه المجموعه من اللاعبين قدمت ما عليها وقدمت انجازات جديده وكبيره، والان اعمارهم 35 36، بعد ايش قد يعطيك المنتخب الوطني؟ انا اتكلم بصراحه. حتى ما تعرف يقول لك يطلع واحد يقول لك مو شفنا احنا اسماعيل مطر لعب ضد المنتخب وسجل. لا الامثال تضرب ولا تقاس. انا لو عندي واحد مثل كاهل ومثل اسماعيل مطر غير صراحه هذول الناس المحافظين اللي كذا جيوا ربع ساعه لعبه ما عندهم مشكله. لاعبيننا ما يحافظون؟ احنا لاعبيننا لا صراحه، احنا هسه اكو حتى مشكله بلاعبين الشباب. نعم هسه تلاعبك الشباب. نعم يعني هسه نتكلم عن علي، نتكلم لاعبين الشباب قله نوم هذه الامور الاخرى اللي يتمنى انه يتحلون بثقافه الاحتراف. نعم فاذا نظرنا نظره للخلف انا اكون صريح معك راح نقتل المستقبل. فانا مو ضد سين او صاد. نعم. لكنه المنتخب ثانيا هو مو مجير علي حسني، انا اتابع علي حسني.